اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ عمرو. ايه الحكايه يا فندم؟ الحكايه ان شاء الله زي ما كنا بنتكلم وزي ما سيادتك تفضلت وعرض، هو كان القانون جه من الحكومه، والحقيقه كان عندنا وجهه نظر فيه انه لن يلبي الفلسفه. ايه هي الفلسفه؟ الفلسفه هو ان احنا نشد سطر ونقفل ملف الاسود ده، ملف المخالفات، ونبدا ايه؟ نبدا على اسس يعني تتسق مع الجمهوريه الجديده ومع المخططات العمرانيه الجديده الى اخره. فبالتبعيه لما جاء المشروع في نسخته اللي تقدمت في دور الانعقاد الماضي، كان لنا اراء، واراء يعني اساسيه في مسألة تيسير الإجراءات زي ما حضراتكم بتتكلموا. هنا بقى إيه؟ إن واحد يجي يقول لك إيه؟ قال له طب وإنت استنيت ليه؟ ما هو البرلمان وشأنه، وهو صاحب السلطة، وياخد القرار ويصيغ النص ويتوكل على الله. لأ لأ. ليه؟ لأن ده قانون استثنائي. الأصل في المخالفة الجزاء، وده قانون استثنائي. يعني لما أجي أقول إيه؟ نص يجيز التصالح على الأراضي المبنية، أو أنا آسف، المباني المقامة خارج الحيز العمراني. حطيت النص، مين اللي هينفذه يا أستاذ عمرو؟ الحكومة وأجهزتها. فلو ما كنتش أنا مخلص النص ده بقناعات معينة مع الحكومة بأجهزتها كلها، اللي هي مين؟ تخيل إن اللي يتعامل مع نص زي الحيز العمراني ده عدد، مش مثلا يقول لك مثلا ايه المحليات، لا ده محليات وزراعه ومساحه عسكريه والمرافق والمساحه المدنيه وكم رهيب من المؤسسات، لان احنا في دوله. فبالتبعيه لما اجد ان في زي ما بيقولوا مليون اسره بانيه خارج الحيز العمراني، بانت ليه وازاي وبتاع، نبقى نتكلم فيها لما باجي لك البرنامج. لكن بانت خلاص، واقع امر، واخد بالك؟ هتعمل معاهم ايه المليون اسره دول؟ بمتوسط خمسه، يعني خمسه مليون، وفي بعض البيوت مبنيه طورين وثلاثه، هتعمل معاهم ايه؟ لو مش هتزلهم يبقى تتصالح وتركز في اللي جاي، تركز في ان انت خلاص اللي حصل حصل، بس بعد كده محدش يعمل كده تاني. هو ده ازاي بقى محدش يعمل كده تاني؟ ده علم وأجهزة ووزارات وتعيينات وآي تي وشغل كبير جدا نتكلم فيه من هنا للصبح، وازاي الناس تاخد رخصة بسهولة، وهي الناس خلفت ليه؟ ما تيجي نذاكر وتيجي نسأل، هي الناس كانت بتخلفة ليه؟ هم المصريين لمؤاخذة يعني اتولدوا في الدنيا دي عشان يخلفوا ولا في أسباب؟ هو ده الكلام. أنا النهاردة بشد سطر وركز في اللي جاي، في الجديد. أنا مش عايز تاني اللي يجي بعدية. جميل. فلسفة القانون واضحة. هنعمل إيه بقى؟ هو خلاص، هو الإعلان للنهاردة. الفترة اللي فات كانت الحمد لله أولا يعني في جهد كبير جدا من كل الأطراف، في قناعات بتتبني. الكلام اللي أنا بقوله لك بابليكلي أهو، ها، على الهوا، يعني ما فيش حاجة هو بنخبيها ولا حد منعنا. ده أنا بقوله لك أهو، كنا بنقوله في الأوض المغلقة عشان نحاول نقنع زمايلنا ونقوله. وهم لهم أسباب موضوعية بالمناسبة أستاذ عمرو، يعني مثلا إيه؟ اللي بيرفض ده مش عايز يعكنن على لا، هو عنده خايب، عنده تخوفات معينة، وعنده قوانين تانية غير قانون التصالح ممكن تكون معوقة، وعنده مواد دستورية. فبتلاقي في مشاكل الناس فاكرها إنها مسألة بسيطة كده. فكنا بنحلحل المسائل دي. كنا النهاردة زي ما حضرتك تفضلت أعلنوا في مجلس الوزراء إن هم خلاص البرلمان في دور الانعقاد القادم هيحيلوا القانون باليسر اللي احنا اتكلمنا فيه ده، واخد بال حضرتك؟ ده بشرة خير واحنا جاهزين ومش لا يعني اسبوع. يعني حضرتك بتقول لي انه البرلمان لما يرجع الاسبوع الجاي هياخد اسبوع كمان 10 ايام 15 يوم ويصدر القانون؟ لا، من تاريخ، احنا دولة، انا البرلمان هينعقد، هو خلص زي ما بيقول، واخد بالك؟ هيحيله البرلمان في جلسة الانعقاد، هيحيلها للجنة النوعية، اللجنة النوعية تعمل لها جلستين ثلاثة بكتيره ويخلصوا، وأنا ما توقعش إنها تاخد وقت، لكن هو لازم يحيله الأول.
المستشار لا ما هو عمر مروان ما هو وزير العدل. ما هو واضح ان الحكومه ناويه تحيله بقى خلاص. لا والحقيقه النهارده طلعوا التصريح من رئاسه مجلس الوزراء، ومن كام يوم الوزير عمر مروان اعلن في انترفيو ان هو يعني على المبادئ اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبنحاول نقنعهم، ودي بشره خير ان هو قال لك احنا التيسيرات الجديده كل من قام بالبناء المخالف قبل التصوير الجوي كذا يبقى احنا هنتصالح معاه. فدي مساله هنشوف هم هيجيبوا ايه، ولكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك وباكده لحضرتك ان الفلسفه اللي انا اعلنتها على حضرتك دي دلوقتي هي دي كانت مسار، يعني سميه بقى الجهاد، سميه معركه، اعمل سموها اللي تسموها، لكن هي كانت مسار جهد كبير لمحاوله اقناع وحلحله الامور مع زملائنا في المسؤولية التنفيذية، وإن القوانين الاستثنائية لازم تخلط بقناعة ما تخلطش بالدراع بس كده. طب أنت متوقع يعني ندخل كام للدولة في حال تفعيل هذا القانون؟ شوف ده سؤال جيد جدا. مش ده بقى بس، هو هتقول لي هو احنا عندنا قوانين استثنائية تانية غير ده؟ أقول لك أيوة، في قانون 144 ل 2017 هو مجلس الوزراء أشار إليه النهاردة، ومرتبط ده بده اللي هو اللي معروف عندكم اعلاميا قانون وضع اليد. ايوه، لان هو مش هيتصالح على مبنى مخالف وخداك، والارض اساسا لم تقنن، الارض ملكيه خاصه للدوله، فده مرتبط بده، وده اللي برضو الوزير عمر بن مروان الحقيقه اثار اليه انه واحنا على فكره احنا كنا مقدمين فايل كامل بمقترحات، وواضح ان هم ان شاء الله ياخدوا بيها طالما اعلنوا هذا الاعلان. لكن اللي أنا عايز أقوله أن كافة القوانين الاستثنائية اللي بتتعامل مع موروث مستند إلى أعداد كبيرة جدا من البشر مقيمين وقاعدين ومسوين حالهم، لم النمرة واحد واثنين وثلاثة السعر، ونمرة واحد واثنين وثلاثة التيسير في الإجراءات، بمعنى أن أنت سعر قليل يجي لك ناس كتير، أيوة، تخش لك في الخزنة وتخلص أموال بقى وتاخد استمارة 10 وتبقى زي الفل. ما هو ده الكلام. انا اعتقد ان القانون ده بحسبتهم اللي هم اعلنوا عنها كان 2.8 مليون طلب، ده في الايه، في الفترة الاولانية قالوا ان جمعوا حوالي 25 مليار جنيه، واخد بال حضرتك؟ لو انت متذكر ده مقدمات، دي مقدمات، برافو عليك، وكانت المقدمات 25 تقريبا في المية. طب يلا لموا الباقي بقى. طبعا 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 ده مقدمات بس كانوا 25 مليار. وبالتبعيه احنا متوقعين ان القانون ده يجب ان هو يكون مدخل حصيله مقربه على ال 100 مليار في ان شاء الله التطبيق بتاعه الجديد باذن الله تعالى. ان شاء الله. المهندس احمد سجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا. لو كنت قلت لك انه هيجي وقت نقعد نتكلم على البصل